جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للروضة الشريفة في المسجد النبوي مزية في الصلاة كزيادة الأجر؟ وأيهما أفضل، أداء الصلاة في الروضة أم في الصف الأول، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، للصلاة في الروضة الشريفة وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره لها مزية. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يستحب الصلاة في هذا الموضع لمن تمكن من ذلك، ولكن الصف الأول أفضل. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على مبادرة الصف الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلا شك أن الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة، وإن كان كل منهما له فضيلة، ولكن فضيلة الصف الأول أفضل. نعم.